إسرائيل منذ عام 49 منذ اتفاقية انتزاع السلاح لم تكن لديها حرب مع لبنان، كانت لديها حرب مع أطراف داخلية معارضة لإسرائيل داخل لبنان. و لإسرائيل لديها مصلحة مثل أي دولة ثانية في المنطقة مثل الأردن ومصر وسوريا أن لا تفقد لبنان استقراره، لأنه عندها سوف يكون الكثير من اللاجئين الذين سوف يتوجهوا لكل الدول المجاورة، ما يشمل إسرائيل ما يشمل المناطق الشمالية الإسرائيلية، الكثير سوف يبحثون عن العمل وعن الاستقرار وعن السكن. ولكن بالإضافة إلى ذلك السفن ناقلات هذه التي تجلب النفط، هذه أيضا مصلحة إسرائيلية أن يكون هناك كهرباء في لبنان. إسرائيل تريد ومثلما أرادت الأردن أن تنقل الغاز من مصر، إسرائيل كذلك لو كانت تريد أو لو كانت معنية وتستطيع أن تقوم بذلك، هي لا تريد أن تنقل هذا الناقلات أسلحة أو أي أجهزة تتعلق بالصواريخ الإيرانية أو اللبنانية التي تحاول إيران تطويرها عن طريق حزب الله. ولذلك إذا اكتشفت إسرائيل أنه بالفعل يتم نقل هذه المواد سوف يتوجب عليها أن ترد، ولذلك لربما سوف يحصل تصعيد، ولكن إسرائيل ليست معنية بأن تبدأ بحرب جديدة. نرحب بدكتور إيليا الذي انضم إلينا الآن عبر خدمة سكايب من باريس. يعني دكتور، ما الذي ممكن أن تحمله زيارة هذا الوزير الإيراني الأولى له منذ توليه المنصب إلى لبنان وسوريا قادما من موسكو اليوم؟ مساء الخير لك وإلى ضيوفك الكرام. أولا، هذه الزيارة هي زيارة رئيس دولة معترف بها من الأمم المتحدة وهي الدولة الإيرانية إلى لبنان الذي لديه علاقات دبلوماسية معها. ثانيا، أنه حتى ولو أتى من موسكو، أن روسيا اليوم هي لا تهدد سلامة المنطقة، بل هناك دول أخرى تهدد سلامة هذه المنطقة، مثلا مثل تركيا وما فعلته في شرق البحر الأبيض المتوسط. فلا أتعجب أنا من هذه الزيارة من وزير دولة. لكن هناك رفض شعبي لبناني لهذه الزيارة، يعني دكتور إيلي. ونحن نعلم أن وللأسف في لبنان هناك تقسمات وهناك أحزاب متعددة، وهذه هي مشكلة الديمقراطية في لبنان الذي يشكل الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. وهذه التقسيمات كل فريق من اللبنانيين وللأسف ينتمي إلى قوى أخرى، وهذه وبعض هذه القوى لا تحبذ إيران والذين يؤيدون هذه الدولة، مثل الذين مثلا هم منسوبين على الدول التي لديها صراعات مع إيران وهي من الدول الشرق الأوسط ودول عربية أو حتى من دول أخرى تتلاعب بالشعب. ونحن نعلم أن اليوم هناك أزمة اقتصادية ومالية كبيرة، ومن السهل جدا أن يشتروا هؤلاء المتظاهرين كما حدث مثلا في الحراك منذ في شهر تشرين الأول 1919، وشاهدنا ذلك على الفيديوهات. كان هناك عدد كبير من المتظاهرين الذين يأتون بأعلام ولا يعلمون لماذا هم يتظاهرون ومن يطلب منهم أن يتظاهروا. طب سيد توم، اليوم ما موقف الحكومة اللبنانية من هذه الزيارة؟ هل فقط تقتصر على شذ بعض الوزراء لها لهذه الزيارة؟ فهنا دكتور إيلي يقول أنها زيارة رسمية ويجب على الحكومة اللبنانية أن تستقبلها برحابة صدر. طبعا حكومة فيتشي بفرنسا بالأربعينات كان تعتبر المندوب الألماني النازي كان هذا دبلوماسيا وكان معترف فيه بروتوكوليا. بقى واليوم نفس الشيء ببيروت، هذه الحكومة الموجودة في لبنان مهما تحاول أن تظهر بأن هي حكومة لبنان لإعادة الواقع الاقتصادي والمذل الذي يعيش فيها الشعب اللبناني، تحاول
بقول انه نحن طبعا عندنا علاقات مع ايران، ولكن مصالحنا مع ايران مع مصالح الشعب اللبناني كثير ضئيله. في حزب الله عنده مصالح مع ايران، ايران بتزود الشعب حزب الله بالسلاح والمال لاقامه دوله الفقيه والهلال الشيعي الاكبر في المنطقه، وتحاول ان تتحدى دول الجوار على حساب الشعب اللبناني، مثل ما كانت المنظمات الفلسطينية مع ياسر عرفات دمروا بيروت على أهالي بيروت تحت غطاء تحرير فلسطين. واليوم هذه المجموعة بالذات الإيرانيين يحاولون تدمير والتغيير الديمقراطي لعدة بلدان عربية تحت شعار تحرير فلسطين، وهم كل ما يحاولون أن يفعلونه إقامة الهلال الشيعي في المنطقة وتدمير الشعب اللبناني ونزوح الشعب اللبناني وهجرة الشعب اللبناني. وأنا أتعجب على الدكتور إلي وأهل الذمة مثل هؤلاء الأشخاص يحاولون أن يذموا الشعب اللبناني، ولكن المتظاهرين ضد زيارة وزير الخارجية هم الأحرار، هم المقاومة اللبنانية الحقيقية، مثل ما حرروا لبنان من سوريا سيحررون لبنان من إيران. نعم. دعني أنتقل إلى السيد أمير. يعني اليوم وصلت القافلة الثالثة النفطية الإيرانية إلى السواحل السورية بالتزامن مع هذه الزيارة، وهناك شكوك اليوم إسرائيلية أن تحمل هذه القافلة أسلحة لحزب الله، لكن دون تحرك إسرائيلي على أرض الواقع. لماذا هذا الحذر اليوم؟ وهل يفهم أن إسرائيل ليست معنية بالتصعيد وتأجيج الأمور رغم كل التحركات الإيرانية في المنطقة في لبنان وسوريا، وأيضا محاولة اغتيال رجل الأعمال الإيراني الإسرائيلي في قبرص؟ بداية يسعدني أن لدينا سخرية تتعلق بالديمقراطية اللبنانية نسمعها من باريس. نحن نتحدث عن كل الفئات والطوائف الموجودة، لدينا حزب الله موجودة في لبنان ولا يمكننا أن نقول عنها ديمقراطية. الوضع في لبنان يمكننا أن نقارنه بالوباء كورونا. إسرائيل تريد أن يحصل لبنان على اللقاح، ليس فقط لكي يكون الشعب صحي، بل أيضا لكي لا يقوموا بنقل العدوى للدول الأخرى ويكون عدم استقرار. ولذلك لدى إسرائيل سلم أولويات. صحيح أن إسرائيل لا تريد أن يعزز حزب الله قوته، ولكن أيضا هي لا تريد أن تنهار الدولة اللبنانية. إسرائيل عليها أن تقرر هي مستعدة أن تنتظر وأن ترى إن كان النقل هذا سوف يشمل المواد التي لا ترغب بها، ولكن من المهم جدا بالنسبة لإسرائيل أن يتزود الشعب اللبناني بالكهرباء.